مازن، إذا تضعني في الأوضاع التطورات الميدانية، هل في شيء في الميدان جديد إذا سمحت؟ نعم، السلام عليكم. سوف أبدأ من بلدة شبعة. اليوم يعني استطاع الجيش الحر بالفعل استعادة السيطرة على مدينة شبعة والتي سيطر عليها النظام يوم أمس، طبعا بالتزامن مع اشتباكات هي الآن بين ميليشيات حزب الله اللبناني وكتائب الأسد. طبعا كانت الاشتباكات اليوم قوية، والقصف كان مركزه الفوج 81 وإدارة الدفاع الجوي، بالإضافة للقصف بالدبابات طبعا طوال الليل، وكان القصف متواصل. لكن اليوم كانت الاشتباكات عنيفة جدا، ومدفعية الفوزيكا يعني طوال اليوم وهي تقصف المنطقة أو منطقة الاشتباكات. طبعا استطاع الجيش الحر تدمير عربتي شركه وبالاضافه لدبابتين، فيما لا زالت يعني التعزيزات تاتي من مطار دمشق الدوليه. يعني اليوم كان هناك 20 دبابه حاولت اقتحام شبعه بالتزامن مع قصف عنيف، لكن الحمد لله الجيش الحر استطاع تحرير المنطقه، فيما واصلت كتائب الاسد قصف العنيف برازمات الصواريخ والمدفعيه الثقيله على مدن وبلدات دير العصافير وداريه والمعظميه ويبرود والضمير والزبداني ودوما. واشتباكات كانت اليوم على الجبهه الشماليه لمدينه المعظميه، ايضا كان هناك اشتباكات عنيفه على المتحلق الجنوبي من جهه مدينه زملكا. بالنسبه للعاصمه دمشق، اليوم كان هناك 4 غارات جويه استهدفت حي برزة الدمشقي بالتزامن مع قصف همجي من قبل كتائب الاسد استهدف الحي، واشتباكات ايضا كانت عنيفه جدا شهدها الحي من جهه البساتين، فيما لا زالت عده احياء من العاصمه المحرره حصرا يعني قصف عنيف، وخاصه جوبر والقابون، بالاضافه لمخيم اليرموك وحي التضامن. نعم. طب كان اليوم في كلام تقارير يعني عن اوضاع انسانيه متدهوره في المعظميه يعني وحصار يجري، هل في عندك يعني اخبار عن طبيعه الوضع هناك اذا سمحت مازن؟ نعم بالفعل، يعني اليوم للشهر العاشر على التوالي لا زالت كتائب الاسد تفرض حصار خانق على المعظميه. يعني اليوم لدينا حالتين استشهدوا نتيجه نقص المواد الغذائيه، بالاضافه لحاله في الاحياء الجنوبيه. يعني هذا الحصار اليوم خانق جدا، يعني حتى الاهالي اليوم يناشدون لا يريدون سلاح، يريدون اخذ فقط الاطفال المتواجده هناك. حالات تشهد هذه المنطقه من استشهاد بعض الاطفال نتيجه نقص مواد غذائيه. يعني كان الاهالي هناك يطحنون حبوب العصافير، تصور سيد الكريم حبوب العصافير يطحنونها ليطعمونها للاطفال، لكن اليوم نفذت جميع هذه المواد وبدأ الأطفال الآن بالوفاة نتيجة هذه المواد الغذائية. لن يستطيع الجيش الحر فتح أي طريق آمن لإيصال مثل هذه المساعدات، أم أنه من أصله لم يصل شيء أصلا للداخل مازن؟ يعني كتاب الأسد الآن تمنع دخول وخروج أي أحد إن كان من على مداخل العاصمة دمشق أو ريفها، بالإضافة لأن هذه يعني المناطق يعني المعظمية والأحياء الجنوبية هذه محاصرة بالمناطق المؤيدة للنظام، لذلك لا أحد يستطيع إدخال أي شيء لهذه المواد لهذه المناطق، وخاصة يعني الجيش الحر الآن يحشد قواته لصد اقتحامات الغوطة الشرقية من الجهة الجنوبية من جهة شبعة والمليحة، بالإضافة للجهة الشرقية من جهه زملكا. يعني اليوم كتائب الاسد تصعد من حملاتها على الغوطه الشرقيه، وبالاضافه لمدينه المعظميه، يعني مدينه المعظميه كما ذكرنا لليوم تقريبا العاشر على التوالي تشهد حمله اقتحامات وقصف عنيف، وخاصه على المزارع او الجهه الغربيه من المعظميه. طب مازن، على وقع الحديث عن يعني تهديدات دوليه وغيره، هل تلحظ انتشار غريب للنظام، توزيع جديد لقواته العسكريه على الارض؟ شو طبيعه التكتيك اللي يستعمله الآن في إدارة المعركة؟ طبعا اليوم كتائب الأسد تنشر قواتها من شرق العاصمة دمشق من جهة جرمانة باتجاه شرق الغوطة حتى مطار دمشق الدولي. هذه المنطقة على امتداد تقريبا 40 كيلومتر تحشد قواتها لاقتحام الغوطة الشرقية في سبيل إنهاء إنهاء سيطرة الجيش الحر على الغوطة الشرقية، بالإضافة لمدينة دارية. يعني دارية اليوم تشهد يعني خناق كبير جدا على المنطقة، وكتائب الأسد تصعد أيضا من حملتها على هذه المناطق، أيضا الأحياء الجنوبية. يعني الآن كتائب الأسد تريد إنهاء الأزمة في العاصمة دمشق وريفها قبل إصدار يعني تقارير أو بيانات أو أي شيء من الدول الغربية بحق الكيماوي الذي استهدف الغوطة الشرقية. أشكرك مازن الشامي، ناشط ميداني مراسل شبكة شام الإخبارية عبر سكايب، كنت معي، شكرا جزيلا لك.